الكولكشن تبعي مثل ما عودت لكل اللي بيتابعوني انه انا على طول بعمل كولكشن هي انسبايرد من موضوع فلسفي. الفلسفه اليوم كانت تحكي عن الروح اللي هي اغلى شيء عندنا. هالمره حبيت جسد الروح اذا بدك شيء نقدر نشوفه بما انه نحن الروح بنحسها وبنعيش فيها بس ما بنقدر نشوفها. كانت الانسبيريشن بتشبه الباراشيت الوردات الدندنيين اللي بيتطيروا مع الهواء لما بيفقدوا اذا بدك قسم من الحياه بينتقلوا لحياه ثانيه. او اي انواع اقمشه اكثر شيء حبيت تستخدمها بهيدا اللي يعني حسينا الساتان كثير انت مستخدمه؟ كان في عندي اذا بدك موسلين ساتان هي نوع جديد من القماشات، كان في عندي حريري كثير مثل موسلين، كان في عندي اورغانزا، كان في دانتيل حتى كان داخله جلد، كان في عندي كريب كثير اول مره بستعمل الكريب بتصاميمي يوجولي بكون ميل اكثر للموسلين وغير القماشات، كان في تيول، كان في تقريبا تنوع بالقماشات ما كان في عندي. ولاي نوع من النساء اتجهت فيها هيدي التصاميم؟ هات التصاميم بتوجه فيها لكل ست إذا بدك عربية لبنانية حتى أوروبية فيها تكون بتميل أكتر للإحتشام شوي تكون غلامرس رومانتيك وفمينين كتير حتى تزيدها فمينين. اللي حمسني أكتر أنه أشتغل بهالسرعة وأقدم شغل يعني تسريسكي شوي أنك ترجع تطلي بشي مش على قد ما أنت كنت بدك يكون. الحمد لله الفيدباك حلو. اللي شجعني اكثر انه عبالي يكون في فاشن ويك ببيروت وتحمست كثير انه اشارك هون لانه انا من اول الاشخاص اللي بحلم انه يصير في عنا اسبوع موضه مش بس يكون على نطاق لبناني وعربي، يكون في عنا اسبوع موضه ينتشر اكثر للعالميه ونخلي الديزاينرز العالميين يصيروا يقعدوا عنا هون. شو رساله بتحب توجهها للمصممين المبتدئين؟ بدي اقول لهم كونوا انتم اعملوا يور اون لاين، اذا بدكم تطلعوا كثير تفرجوا كثير وشوفوا كل الديزاينز اللي عم بتصير بس خلي يكون عندكم يور اون تاتش. لبنان انه يكون فيه حفلات كل يوم خاصه حفلات الموضه لانه اللبنانيه هن يلي تقريبا صاروا مؤخرا عم يرسموا خطوط الموضه بالعالم كله. برافو انطوان قارح، الكولكشن اليوم كثير حلوه كثير مميزه كثير بتشبهك بتشبه النجمات يلي بتلبسهم. الديزاينز حلوين فضفاضين ناعمين، الالوان ربيعيه صيفيه خرج عراس خرج حفلات عرس وخطبة وحمد الله بيكتروا الحفلات بالصيفية. Thank you again جوني فضلالله على الانفيتيشن وبرافو لكل المصممين اللبنانيين بنشوف حالنا فيكم. ودائما هي أصلا المرأة العربية بتضل أكثر امرأة أنيقة أنا برأيي. Thank you فوشيا.